جميعنا سمعنا الجملة الزبائن دائما على حق، أو الجملة الزبائن دائما على حق حتى لو كانوا مخطئين. ولكن هل تطبقون هذه الجملة خلال عملكم في موقع إيباي؟ مرحبا، أنا رضا عازم من أكاديمية كامبوست، خبير في مجال التجارة الإلكترونية، وفي هذا الفيديو سأطلعكم على 3 عوامل يجب معرفتها لتحسين خدمة الزبائن في موقع إيباي. العامل الأول هو السرعة في معالجة الخدمة، مثل الرد على أسئلة الزبائن بأسرع وقت ممكن. يمكنكم أيضا إنشاء صفحة أسئلة وأجوبة لمنتجات الزبائن تسأل أسئلة متكررة عن هذا المنتج، أو مثل السرعة في معالجة الرزمة وشحنها، أي الـ Handling Time. مفضل معالجة الرزم وشحنها خلال يوم واحد، هذا سيظهر للزبائن أنكم مهنيين. العامل الثاني تجنب النزاعات. كما يقال، الطريقة الجيدة للدفاع هي الهجوم. عليكم تحديد هدف بصد النزاعات قبل أن تأتي إليكم، من خلال التأكد من مدى دقة صفحة المبيعات، وصف المنتج، صورة عالية الجودة، وأن تكون واضحة للزبائن. طريقة أخرى للتصدي هي تغليف المنتجات بطريقة مهنية ليصل المنتج للزبون كامل وسليم. العامل الثالث هو معالجة النزاعات. عاجلا أم آجلا ستظهر بعض المشاكل والإشكاليات، فهذه طبيعة الحياة، وبحالة حصولها تأكدوا من حلها بأسرع وقت ممكن، حتى لو لزم الأمر ترجيع المال للزبون وهو ليس على حق. فمفضل دائما مراسلة الزبائن، التواصل معهم لحل وسط، ولكن بحالة لم تجد أي حل عليكم ترجيع المال إليه بالكامل. العامل الرابع وهو طريقة مراسلة الزبائن. عند مراسلة الزبائن أنصحكم التحدث إليهم بأدب والاستماع لمشكلتهم، وحاولوا أن تكتبوا لهم محتوى واضح ومفهوم. خدمة الزبائن تعتبر من العوامل الأساسية لنجاحكم في موقع إيباي. أنصحكم تطبيق هذه العوامل خلال عملكم بالموقع، وأتمنى أنني أضفت لكم معلومات جديدة واستفدتم من هذا الفيديو. لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة في ربح المال عبر الإنترنت. أيضا أنصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن مواقع إيباي وأمازون. أتمنى لكم النجاح ببيع منتجاتكم، وسأراكم قريبا، وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو.